بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم مع اللقاء الثالث عن تاريخ مصر الفرعونية. زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا خلاص عدينا المراحل اللي إحنا شغالين عليها عشان نوصل لمرحلة تكوين الدولة. دخلنا لمرحلة تكوين الدولة الفعلية. تكوين الدولة اللي ختمت يمكن بجملة إن مصر كونت في الوقت ده دولة المؤسسات، الدولة القائمة. لقينا إنها مصر بتتداول بقى الأمور كتابة، خلاص بدأنا نكتب بشكل، أصبح الكتابة هي الشكل الأساسي، ما أصبحش التاريخ الصامت زي ما بقول، أو التاريخ اللي أنا برمي كلمة أو برمي، لا بكتب تاريخ كامل، بحط الأمور، ببدأ أتكلم بالميدونيتر، ببدأ أتكلم بالهيراتيك، ببدأ أتكلم بالخط أو السيش بتاعي الكتابة اللي بدأت عندي. علشان كده ببدأ أتكلم على المصادر اللي كتير من الناس بتشتغل عليها واللي هنشتغل فيها ستاندر. بعض برضو زمايلنا واصدقائنا يقول مثلا ايه، والله المصادر انا ما اعتمدش عليها. طبعا انا ما اعتمدش على المصادر، انا المصادر دي هي ستاندر زي ما بنقول، لكن انا عندي كل ورقه وكل كلمه اتكتبت في التاريخ المصري طول مراحله هي تعتبر مصدر للتاريخ. لكن بشكل عام عشان ابدا اقول الترتيب، ابدا اقول الملك فلان، ابدا اقول الملك علان، بدات اتحرك في خلال مجموعه من المصادر. المصادر من بينها حجر لطيف ارتفاعه 2 متر موجود ما بين باليرمو وما بين المتحف المصري، وهو حجر باليرمو اللي كان اكتشف 1860 وهو من البازلت، ويمكن الكتابه اللي عليه كتابه بتحدد الفكر بتاع المرحله. لو فاكرين المره اللي فاتت قلت لحضراتكم ان الفكر دايما، هل انا هكتب وانا محدد، يعني هكتب بحياديه، هكتب اللي بكرهه قبل اللي بحبه، ولا هكتب اللي انا عايزه؟ الراجل ده كتب من بدايه الاسرات او ما قبل بدايه الاسرات حتى نفر ايد كراع اسره خمسه، وكتب قال شمسو حر، بدا بالشمسو حر. بدايه بالشمسو حر هنا دي اقف عندها، لانه برضو رجع بيا للاسطوره او رجع بيا للفكره الاولى، لفكره الارباب. هنا هفرق بين حاجتين، فكره ان انا بتكلم على الشمسو حر والارباب، وعلى فكره مراحل التوحيد اللي احنا اتكلمنا عليها، وان خرجت قوات وخرج حكام، اللي ناقشنا بالصليات او ناقشنا بالمقامع او ناقشنا بالدبابيس بتاعته او بالاثار اللي قلنا عليها، المناظر المصوره عليها. الجميل هنا ان الراجل ده عمل ايه؟ عمل خط، بقى يكتب مرحله يروح عامل خط وينقل، ويعمل خط وينقل ويضع علامه ربما تكون السنه باعمال الملوك. لكن الجميل انه لما كان بيكتب ما كانش بيحصي اعمال الملوك ملك، ولكن يحصي من خلال احصاء الماشيه، وده كان بيتم كل عامين. فانا اقدر اقول مثلا 7 احصاء ماشيه في عهد الملك تك، يبقى الملك ده هو اللي موجود عندي عمل 14 سنة، 7 يبقى 14، 8 يبقى 16، وهكذا. لقيت ابتدى يتكلم عندي على وثائق ومصادر كتير واحداث. الاحداث يراها البعض فيها من السذاجة، مش عارف حفر ترعة، قناة صغيرة، او لكن في النهاية هي بتديني شيء مهم، انها بتقرا المرحلة والعصر، وده يعتبر من مصادر الستاند اللي انا او البيز اللي انا بقف عليها. باجي الاقي بعديها بقى اولا الراجل كمان اتكلم على ملوك ما قبل الاسرات، يعني عمل ترتيب ليهم. اذا انا بتكلم على مرحله، ما اقدرش اقول ان انا ما عنديش مصادر. لما بدخل بعد كده على الكرنك ده بقى قايمه غريبه جدا. ما اقدرش انسى الراجل ايميلي بريسز اللي هو راجل فرنساوي اللي لطشها خدها على اللوفر 1861، لان هي بدايتها كانت 1843 اول حد اراها. لكن ملاحظات غير عاديه، تحط مستلب بيتعبد، بيقول تحتمس الثالث انه بيتعبد من خبر الملك العظيم مش عارف اللي بيتعبد الى الالهه العظام. وبعد كده ابدا اقرا ال 61 ملك اللي حاططهم لي الحاج تحتمس الثالث في الجناح بتاعه، الاقي فيها حاجه غريبه جدا. نسيت اقول حاجه معلش على باليرمو قبل ما انقل، ان باليرمو من اوائل الوثائق اللي كلمتني على الاعياد، عيد تتويج الملك، عيد الحصاد، الاعياد المختلفه اللي كانت بتتم للملوك على مراحل مختلفه من التاريخ، ودي كانت بتعتبر من الوثائق الهامه. انا اسف يمكن الجزء ده فاتني، لكن اللي عاوز اقوله على الكرنك، تحط مستلب بادي عندي بنين، اول اسم مش محدد، تاني اسم سنفرو، ماشي، يعني انت وقعت 1 و2 و3، 1 و2 يا سيدي مش عاجبين اكسبه، لكن ما تقدرش توقع زوسر. لا ده بعد سنفر وقع مين؟ وقع لي خوفه. لقيت ورا سنفر حاطط لي صحراع ومشي لي الاسر 5 زي الفل، ما عدا اناس او انيس. بعد كده لقيته رقم 8 في القايمه، حاطط لي ملك اسمه جحوتي، علامه استفهام مين؟ بعد كده حاطط لي الاناتفه ورا بعض،
والمناتحة الأناتفة اللي هم ملوك نهاية مرحلة التوحيد من طيبة. خلوا بالكم بقى، اللعبة لعب ما لعبة طيبة، وراح داخل على المناتحة من تحطب، وبعد كده لقيته ماشي معايا آخر ملك حدده في القائمة بتاعته ثنوسرت الرابع. يعني إيه؟ يعني إيه يحط لي ثنوسرت الرابع؟ قصة 18 بجلالة قدرها، حاطط لي مين؟ سانخت أحمس، وحاطط لي بعد واحد اسمه بيبي عنخ. تحطه ستالين، ايه وجهة النظر او ايه الفكرة اللي عملها من القايمة دي، القايمة بتاعت الكرنك؟ هل كان يرغب فيها مجموعة من الارباب اللي ارتبطوا باحداث رآها هو بالنسبة له شيء مهم، ام انه اراد انه يخلوا الطيبة بشكل معين من خلال التركيز؟ يعني مثلا ملوك القصة ال 18 ملوك القصة ال 12 ام نمحات وسنوسر ماشي بيهم بترتيب، بعد كده يرجع ويقطع يحط لي ثقب الرعم، ما يحطليش كاموس. يعني هنا انت لو بتتكلم على ترتيب وبتحب وتكره، مكاموس واحمس واحد وهم اللي اسسوا، كان لازم تحط الثلاثه مع بعض. ترتيب قائمه الكرنك تحديدا ترتيب غريب جدا، يبدو انه اعتمد على مجموعه من الرموز اللي ارتضاها الملك وارض، علشان كده هو جلس لها بوضع تعبد. فهل هذه الرموز كانت بالنسبه له معبودات او معبودات واعمال عملوها كبيره قاموا بيها؟ علامة استفهام، خاصة ان في اسامي مهشمة ممكن تحل جزء من اللغز بتاعه، وان كان يخضع الامر لحالة من عدم الترتيب ما بين الملوك. قائمة مهمة جدا بالنسبة لي طبعا اللي احنا شفناها، لو فاكرين حضراتكم اللي كان معايا الصيف اللي فات، يمكن عملناها مرتين في ما بين شهر 8 وشهر 9، وهي قائمة ابيدوس. قائمة ابيدوس اللي موجودة في المعبد بتاع سيتي الاول، واللي المنظر فيها بيبدأ بيه المنظر من الشمال، اطلاق البخور، سيتي قدامه ابنه الامير الوراثي اسر ماترا ستي بانرا، اسر ماترا بس ما كانش ستي بانرا هنا، اللي هو رمسيس الثاني. برضو لو فاكرين معابد النوبه، لما قلت لكم معبد احد معابد النوبه من السنه الثانيه من حكمه، لقينا ان كل اللي بيذكر في السنوات الاولى من حكم رمسيس الثاني اسر ماترا، ما حطش ستي بانرا. حط لي الدعاء بتاع سكر ثم يبدا يرص لي. تعالوا بقى نرص، الرصه مظبوطه جدا، الرصه حطها لي مينا في البدايه ومشيت الامور زي الفل. القصة الثانية مشي لي زي الفل، ما عنديش أي مشكلة. الأسرة ثلاثة حط لي زوس الرقم 2 وده صح، لأن نبكى وبعد الكتب لما هنشتغل على زوس هنلاقي إن إحنا بنقف عند زوسر، هل زوسر نمرة واحد أو نتر خبت. بعض الملوك كان يحط لي نسو بيتش وبعدها يحط لي السارة. القصة الرابعة حطها لي مظبوطة بما فيها جد فراع اللي بعض القوائم بتهمله، لكن وقع لي منها خنت كاوس. القصة الخامسة مشي لي معاها كويس جدا. القصة الستة مشي لي معاها، سبعة مش معاه، ما مشيش 70 ملك 70 يوم، حط لي مجموعة من الحكام. 8 حطها، 9 و10 وقعهم بدأ لي 11. مش معايا 11 صح، 12 زي الفل. بعد كده مرة واحدة لقيته بعد ال 12 اللي وقف عند ابن محات الرابع، ما حطش توبك نفرو وما بيقتنعش بالستات خالص، راح ناطر بيا على الأسرة ال 17 حكام طيبة سكان راح كاموس أحمد، وبعد كده راح حاطط لي القصة ال 18. القصة ال 18 حط لي فيها كام ملك بقى؟ القصه ال 18 14 ملك عندي، هقول 14 وهقول هو حط مين. ال 14 عندي هم احمس، اما نحط بالاول تحتمس الاول، تحتمس الثاني حتشبسوت، تحتمس الثالث اما نحط بالثاني، تحتمس الرابع اما نحط بالثالث اخناتون، اما نحط بالرابع اخناتون، سمنخ كارع، اي توت عنخ امون، توت عنخ امون اي اسف، ثم حور محب. هو عمل ايه بقى؟ انا قلت 14، تعالوا بقى نقول هو حط مين؟ احمس. اما نحط بالاول تحتمس الاول، تحتمس الثاني، تحتمس الثالث حتشبسوت وقعت. اما نحط بالثاني تحتمس الرابع، اما نحط بالثالث حور محب. وقع بقى في النص مين؟ اخناتون وتوت عنخ امون وسمنخ كارع واي. الاربعه دول وقع، يعني اذا هو وقع عندي من ال 14 خمسه حتشبسوت والاربعه بتوع فتره العمارنه، وكمل لي القصه بتاعته. القائمه هنا في ابيدوس تعتبر من القوائم الى حد كبير المقبوله اللي اقدر اعتمد عليها بشغل كويس. اجي الاقي بقى من ايام رمسيس الثاني واحد من الموظفين بتوع القائمه بتاعته في المتحف المصري اسمه ثونري، ثونري ده لعب لعبه لطيفه جدا وحط لي القائمه بتاعته في المتحف المصري اللي هي بيسموها قائمه سقاره او قائمه مقبره ثونري، حط لي 58 ملك وراح رصصهم لي. بس هو راجل يعني بيشتغل بهواه بقى، مش هخلي رمسيس في الاخر، فعمل ايه؟ قلب القائمه، بدا برقم واحد او رقم 58 هنقول رمسيس ومشي تحته. يعني بدأ القائمة، أقرأ القائمة صح من أسفل لأعلى وليس العكس.
القايمه بدات حسب القرايه بتاعته. رمسيس الاقيه مثلا حط لي في الاسره الرابعه ملوك ما لهمش معنى، حط لي جدف بتاح، حط لي في الاسره الثانيه مثلا برئ بسن، برئ بسن علامه استفهام كبيره، خاصه وان هناك من يقرا بعباده ست، فهل هو وضع برئ بسن ارضاء لرمسيس الثاني اللي ابوه كان منتمي لستي لست؟ يعني هنا بصوا اللعبه، بص الراجل عمال وضع الاسامي هنا. عشان كده قلت لكم المره اللي فاتت ان الموضوع يتحكم فيه شيء من الاهواء، شيء من التفكير، انا عاوز ايه؟ انا عاوز ايه من القائم؟ عشان كده بقول لكم القائم دي واحنا بنتعامل ونتعامل ونتعايش معاه بنتعامل معاه بحذر. الترتيب بتاع حتى الترتيبات اللي حولها بعد كده لا تجبرني ولا تلزمني، هي بالنسبه لي ستاندر بتحرك من خلاله، لكن اقدر اوصل معاه للفكر بتاع اتكلم على خوف. حط ملك مثلا في الاسره الرابعه اسمه بخريس، معرفش مين. هل لما كان الكاتب بيفشل في معرفة ترتيب أسماء كان بيضع مجرد اسم عام يرتبط بإله؟ ليه لا؟ لكن الحاجة الغريبة إنه ما بدأش القايمة بتاعته بنينة زي ما بدأت قايمة أبيدوس، براها بالملك عجيب مربابا سادس ملوك الأسرة الأولى اللي لو ربنا كتب لنا عمر ممكن نتكلم عليه المرة اللي جاية بمشيئة الرحمن. أوصل بقى لعهد رمسيس الثاني أسرة 19، ألاقي بردية اتكتبت أيامه بس ما وصلتش لأيامه، وهي بردية تورين. طبعا لما اتكلم على مجموعة برديات تورين حدث ولا حرج، كمية من الوثائق الرهيبة اللي بتكلمني على مراحل من أهم وأعظم المراحل في التاريخ والموضوعات، يعني بردية تورين القضية، بردية تورين لي العلاقات الجنسية، بردية تورين اللي بتتناول أعمال الملوك. البردية هنا رائعة، رتبت الملوك تبعا للعواصم، المنفيين، الطيبيين، الإهناسيين، اللي من إيه ستة ويه حددت ملوك الأسرة 12 وكانت تكتب الترتيب. العيب الوحيد اللي فيها، العيب الوحيد ان البرديه اللي انتهت عند الاسره ال 17 يعني ما كملتش ال 18، لما كانت بتكتب الاحداث او بتكتب سنوات حكم الملوك او كده بدات بمين؟ قالت كانت البدء باتوم وكان معه رع. الله 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 الله، اتوم ورع مين يا عم؟ ده العيب بس. وبدات تتكلم على الشمسحر، بل ان الاكثر انها اتكلمت على التواريخ، يعني قالت لي مثلا شمسحر حكموا 13420 عام وما قبلهم كان 2023200، لو حسبته 13 و23 يبقى 36 و420 و200 يبقى 620، يعني 36620 سنه حكموا قبل ان ناتي الى بيداتوس، يعني بدات بالشكل الاسطوري. لكن الجميل ان هي اشتغلت بالاحمر والاسود وعملت لي عمليه ترتيب الملوك وفقا لعواصمهم. اجي امشي بقى شويه الاقي في عصر البطالمه عاش ايام بدايه حكم البطالمه وعاد لغايه عهد بطلميوس الثاني كاهن مصري من حته اسمها سمنود. الكاهن ده اسمه مانيتون. مانيتون ده بقى حدوته كبيره قوي. مانيتون ده مش بيحبه يكره، يعني كان زي الفل يعني. والدليل ان لما جيت اتكلمت معاكم على العصر المتاخر وصلنا عند الملك خباش، لو حضراتكم فاكرين قلت لكم ان مانيتون وهو بيعمل القايمه وقع من خباش، وقعه لان خباش بطلميوس الاول كان بيكتب عليه كملك وبطلميوس كان لسه ستراب يعني، كان فيبدو ان هو اراد انه ما يزعلش البطالمه فاستبعد الراجل. الراجل حط الملوك وقال الملوك ذوي القربة وابتدى يربط باحداث يعني، وقسم الفكره اللي هي تقسيمه ال 30 اسره اللي اغلب الناس ستاندر ماشي عليها، واللي احنا برضو هنعتمد عليها الى حد كبير في شغلنا زي ما بقول لحضراتكم. مش هتبقى يعني هتلاقونا بنحرك شويه بنقول طب ده ممكن يدخل في الاسره دي او ده يدخل في الاسره دي، لكن تعالوا نشوف مثلا مانيتون لما كان بيفصل ذوي القربة والامور. يجي مثلا يقول لك سينيفرو لما حصل الامر وحسس الزواج في داخل القصر الملكي والوصول لشكل الهرم الكامل بدا باسره، بدا بزوسر اسره وان كان في جزء مقطوع قبل منها، هل كان في حد قبليه من المده اللي هي اخوات زوسر؟ الله اعلم. لكن اجي بعد كده الاقي مثلا يجي لي في الاسر خمسه يلاقي تغيير حصل في القصر الملكي وهو زواج الملكه من راجل فينقل ويبدا يحط ذوي القربة في الاسر خمسه وهكذا. مانيتون قال احداث تاريخيه في النص قال مانيتون مثلا ان في الاسر الاولى عرف احد الملوك فن تشريح الجثه، وفي القصه الثانيه كان من قال ان احد ملوك القصه الثانيه اعطى للنساء حق ان تحكم البلاد، واتكلم على بعض الشخصيات كان بيقف عندهم منهم ايموسيس اللي قال عليه ان هو كان شخص رائع وعمل الاعمال الحجريه للملك زوسر، وابتدى يقسم الملوك. الكتاب بتاع ايجيبتيكا اللي اتكتب ايام عهد البطالمه بطلميوس الاول والثاني، لكن هذا الكتاب
يبدو انه فقد اجزاء كبيره منه فيما يعرف بحريق مكتبه الاسكندريه. طيب اللي حصل بعد كده انه بدا يتنقل عنه. لما جه مانيتون عند حته الهكسوس تحديدا قال جمله حلوه وقال: لا ادري كيف عصف بنا غضب الرب واتانا غزاة من الشرق، سبوا نساءنا وسبوا سبوا قتلوا رجالنا وسبوا اطفالنا واغتصبوا نساءنا وحكمهم احدهم وهو اسمه ابو فيس. وابتدى يتكلم على سلاتيس اللي هو البعض قال انك تكون السلطان، وابتدى يتكلم على ملوك الهكسوس. كانت قرايته بالمناسبه ليه اللي اتنقل عنه كانت قرايه الى حد ما طيبه جدا، لولا ان بعض بقى المؤرخين اليهود ومنهم طبعا يوسفوس اليهودي اللي عمل الكتاب كونترا بيون، الكتاب اللي ضد ابيون اللي كان بيكره، واتكلم وقال انا نقلت عن مانيتون وشفت بعيني الراجل ده. مانيتون عاش قرن ثالث قبل الميلاد، الراجل ده عاش قرن اول قبل الميلاد. قال انا شفت بعيني الكتاب بتاع مانيتون، ولما شفته نقلته ولقيت ان مانيتون بيتكلم على الهكسوس اللي هم هيك سوس ملوك الرعاة اللي هم احنا، ويقصد بيهم اليهود. يعني ابتدى يتكلم على اليهود وان كان الكلام غير مقبول الى حد كبير. طيب اجي بعد كده الاقي عندي عدد من السير الذاتيه. السيره الذاتيه دي هتهمنا جدا واحنا بنتكلم. يعني انا مثلا هضرب مثال بحاله واحده دلوقتي عشان اشتغل عليها او تبقى مثال لينا. ويني اللي اللوحه بتاعته في المتحف المصري لقينا المقبره بتاعته في ابيدوس. ويني بيقول ايه؟ بيقول انا بدات نفر، نفر في الجيش. نفر بيترجمها الله يرحمه استاذنا الدكتور عبد الرحيم صالح، نفر نفر. عسكري عسكري يعني البني ادم ده نفر، نفر جميل او ولد صغير او يعني الشاب اللي بيبدا عمله العسكري. فقال وني انا بدات مع تيتي ثم جاء بيبي ثم جاء ميرنرا، رتب لي ملوك الاسره. والحاجه الغريبه انه ما كلمنيش مثلا على وسر كراع اللي حكم ما بين الاثنين. السيره الذاتيه بتاعته رتبت لي ملوك. عارف زي ما حضرتك ما تقولي والله انا اشتغلت مثلا استاذ في جامعه القاهره، اتعينت مثلا وقت ما كان انا اللي مداري قرار التعيين مثلا الدكتور حلمي نمر، ثم بعديه جه الدكتور مأمون سلامه، ثم الدكتور نجيب حسني، ثم الدكتور حسام كامل، او يعني الدكتور مفيد شهاب. شفت انا عملت ايه؟ انا حطيت رؤساء جامعه القاهره، عملت لنفسي سيره ذاتيه، وعملت في نفس الوقت كالندري او كالندر لاساتذه ورؤساء جامعه القاهره التاريخ او عمداء كليتي مثلا لما بتكلم عليهم. المؤرخين. المؤرخين دي قصة غير عادية، لأن كتير مننا بيقف عندها. ألاقي عندي مؤرخين زاروا مصر، منهم من كتب ومنهم من لم يكتب، منهم من زار كسايح كده يتفرج زي سترابون ويوصف، ومنهم من دقق، ومنهم من فلتت منه، ومنهم من تحدث، ومنهم اللي رايح دماغه ونقل من اللي قبل منه حط الكلام. يعني الدنيا ماشيه معايا بكده. هيكاتيوس المليتي، هيكاتيوس المليتي اواخر القرن 6 قبل الميلاد زار مصر واتكلم على مصر وحكى عنها وقال جمله مهمه قوي. قال: لقد علمت لان هذا البلد رائع فمصر هي هبه النيل. لما في نص القرن الخامس 450 قبل الميلاد قعد اربع شهور في مصر الشاب اللي من هاليكارناسوس الراجل الغني اللي من عيله مقتدره اللي اسمه هيرودوت، جه مصر قعد اربع شهور نقل بقى دي وابتدى يمشي. هيرودوت عشان ما احكمش عليه وحش هيرودوت في حاجات عملها كويس وفي حاجات يعني هيرودوت مثلا عشان نبقى منصفين عند الالهه قال انا ما اقدرش اتكلم على الالهه المصريه فان كل واحد اعلم باهله، لكن في الاربع شهور اتكلم على حاجات كويسه، اتكلم على حاجات وحش، وصف حاجات زي ما شافها ووصف حاجات زي ما سمعها. وعشان كده الجزء الثاني من كتابه التواريخ عمله عن مصر. لكن يعيب هيرودوت انه ما اقدرش اديله تعبير صريح. يعني شيشرون لما يقول لي عليه ابو التاريخ ويجي بعض المؤرخين يقولوا ابو الاباطيل، انا ما اقدرش احطه على الميزان واقول انهي اتقل. لكن بيني وبينكم هيرودوت لا يستحق لقب ابو التاريخ، ما يستحقش ان انا اقول عليه التعبير التقيل ده. مدته القليله في مصر لكن هيرودوت مثلا من الناس المنصفين اللي اتكلموا على فكره قناه سيزوستريس لما نيجي عندها وتحدث عنها بشيء قد يكون اقرب للعلم، لكن لما يجي عند خوفو يتهم ويتهم بنته بممارسه البغاء عشان تجيب له حجاره ما اقدرش احكمها، لما يجي عند ان بعض المعابد مثلا ويتكلم عليها ما اقدرش اقول كده. الاقي بعديه مثلا بعض المؤرخين يذكروا ان عبدت القطط، او هيرودوت يتكلم انه في تل بسطة القطه كانت تيجي. هي القطط في تل بسطة كانت هتسيب الناس تجري وراك انت هيرودوت؟ هو عاوز يدي اثاره للشغل بتاعه، برضه مصدر ما اقدرش اقف عنه. الاقي مثلا ايراتوس سنيس ده عاش في القرن الثالث قبل الميلاد وقال او في القرن الثاني وقال انه كتب 38 اسم خدهم من مانيتون. ايراتوس سنيس ده بالمناسبه كان مرتبط بمكتبه اسكندريه وفي عهده ذكر لاول مره تعبير النوبه.
النوبه اتذكر لما عملنا محاضره النوبه، لو حضرتك فاكرين مصر والنوبه، قلنا ان تعبير النوبه اتذكر لاول مره مع الراجل ده اللي كان مدير لمكتبه اسكندريه في القرن الثاني قبل الميلاد. ديودور، ديودور برضو كان رائع. ديودور كان ارشيف، بس ديودور ما كانش ولي من اولياء الله الصالحين. ديودور برضو كان شخص يغلب على شغله الشطحات. يعني ديودور لما راح زار طيبه وصف طيبه كويس قوي، بل انه جه في النهايه وراح كاتب جمله كده بين قوسين وقال طيبه تسبق منف في الانشاء. قال ان طيبه قبل منف. لا يا عم ديودور، شطحت منك دي، انت مؤرخ ارشيفي كنت بتقعد وصلت لنا توصيفات، وصلت لنا حاجه كويسه قوي، الا ان ما قلت عن هذا الامر قد لا يكون مقبولا خلاف حاجات تانية لم تعجبه عن المعبودات المصريه. تعالوا بقى نشوف الكتب السماوية. الكتب السماوية رائعة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر لدراسة التاريخ إلا إذا تشابهت. ليه؟ لأن مش من المنطق أن أنا أبدأ دلوقتي أقول القرآن قال كذا، ويجي صديقي مثلا أستاذ جورج أو الأستاذ جرجس أو أي حد من أصحابي وحبايبي يقول لي ما التوراة قال كذا يا دكتور، يا ابن القرآن بتاعي، يا حبيبي التوراة بتاعتك، بص بقت بتاعتي وبتاعتك. عشان كده دايما تلاقوني في حته الحذر منها. ولكن مصر بشكل عام، مصر ذكرت في القران 5 مرات وذكرت بصفات كتيره جدا، وعلشان كده في بعض الحالات وانتم عارفين كلنا ان اسم مصر من الاسماء الممنوعه من الصرف، لما يجي يتكلم على مصر او مصر هنا أو ادخلوا مصر اهبطوا مصر، ربما بيتكلم على البلد المتمدن او الحصين او كلمه مجر، اللي مجر الجيم بقت صاد، زي ما قلت جعن بقت صعن بقت صان، اللي هي جعن الاسم المصري القديم لصان الحجر. هنا الاقي ان هو بيديني نوع من انواع التقويه لاسم البلد. ذكرت مصر في القران 5 مرات، سفر الخروج حدث ولا حرج في الحديث عن مصر، ذكرت مصر مع الانبياء زي يوسف وموسى، ذكرت مصر في نصوص العصر المتاخر بشكل على عينك يا تاجر زي ما بنقول، في الصراعات اللي تمت مع سليمان وداود، داود وسليمان ورحب عام، وعد عد لغايه صدق يا وانت ماشي، وحزقيال والنبوءات لغايه الحريق بتاع معبد اليهود اللي في الفانتين في الاسره 27 مع العصر الفارسي الاول. مصر هنا اتذكرت باحداث ارتبطت بانبياء بشكل كبير. الشعوب المجاوره، يمكن دي اخر جزء هتكلم عليه النهارده. الشعوب المجاوره من بين المصادر المهمه جدا اللي انا بقف عندها. ليه؟ الشعوب المجاورة دي بالنسبة لي شيء رائع ومهم جدا، لأنها بتقرأ الجزء المخفي عني. وحضرب بها مثال واحد من قراءاتك الشعوب المجاورة. حضراتكم فاكرين لما رمسيس الثاني عمل قادش، رمسيس في قادش عمال يقول أنا ضربت أنا كسرت أنا عملت في كل جدران المعابد. تعالوا بقى نشوف بوغاسكوي عاصمة الحيثيين، النص اللي موجود ونص معاهدة السلام ونص الحرب الموجود في المتحف بتاع اسطنبول، هتشوفوا حاجة غريبة جدا. هتلاقوا ان هم بيتكلموا من حتة الاتنين الكشافة اللي رمسيس مسكهم ومشوا غلط وعدى الطريق، وبيقولوا ان الملك في المرحلة دي ربما ان هم خدعوا رمسيس. في بعض النصوص تلاقيه بيقول في وسط الكلام وكنت احارب بمفردي، لم يكن معي الا رع، كان الاله هو من ينجدني، لقد كنت وحيدا. عم عارف رمسيس عمال يدين هنا، لو انا ما قريتش الحيثيين قالوا ايه كشعب مجاور ما كنتش هقدر ان انا افسر القرايه بتاعت رمسيس. يعني انا لوحدي، يعني ايه ما كانش حد معايا، يعني ايه كنت واقف بمفردي. رسائل العمرنة، رسائل العمرنة تعتبر مصدر تاريخ، لانها بتحكي لي عن حدوت، بتحكي لي عن وضع مصر، وبتحكي لي عن كتابات شعوب مجاوره. لما يبعت عبده عشرته ويقول له مين اللي قال لك ان مصر سمعتها ضايعه يا ايها الملك العظيم، نفر خبيرو راعوا ان راعي يا اخناتون، مصر مكانتها كبيره ومصر قامتها عظيمه، واسمك لما بيتقال بيرتعد، ممتلكات مصر اللي بره بتضيع. هنا اخناتون يقول الامر كله بيدي، انا معايا الدنيا كلها. يقوم يرد واحد تاني يقول له ايه بقى؟ يقول له جلاله الملك ابعت عسكري مصري يمشي في هذه الارض ليعلم الجميع ان مصر موجوده، وليعلم الجميع ان مصر قويه. البردي وما كتب عليه وبدايه التاريخ، لان انا عندي اول ورقه بردي من مقبره حماكه اسره اولى في سقاره. البردي، الجلد، الاستراكا، كل دي مصادر اقدر اشتغل عليها. الاستراكا اللي اتكتب عليها ايصال بيع وشراء، الاستراكا اللي الاقي اناء الفخار الصغير اللي لقاه مانفريد بيتر في منطقه الختعن انتير وبنينا بيه، ان لما لقيت مكان اكل وشرب ولقيت بيت، اذا انا بتكلم على
ما يعرف بيه مكان سكن او حياه. وقدرت اقول ان الهكسوس مش اواريث، مش صان الحجر، ان اواريث قد تكون الحته بتاعت الختعن انتير وحزبه رشدي. المره اللي جايه ان شاء الله، الفيديو اللي جاي بتاعنا باذن الله تعالى اللي هيكون يوم الاثنين، هنبدا بقى نتكلم مع بعض الدوله الاسره واحد واثنين، هنبدا نشتغل مع بعض في الاحداث التاريخيه، هنبدا نشتغل ملوك بقى، هنبدا ناخد الملوك كده باهميه الاعمال بتاعتهم والاحداث المهمه جدا اللي ممكن انها تقف معانا. على وعد ان احنا ان شاء الله كل اسبوع هنعمل مره بس لمده طويله نقطع فيه شوط، لان بالمنظر ده ممكن نقعد نشتغل في التاريخ المصري مثلا حوالي سنه ولا سنتين باذن الله تعالى. اشوفكم على خير، جمعه طيبه ويوم سعيد للكل ان شاء الله. سلام عليكم.